بداية الإطار التنسيقي بالأمس أكد هذه الحقيقة من خلال اجتماع عقده لقادة الإطار، وأن هناك كتلة تشكلت باسم تحالف الإطار الشيعي لمجالس المحافظات، وهي التي ستقوم باختيار المحافظين ومجالس المحافظات المنتخبة، وتضع الخطط للمرحلة المقبلة، باعتبار أن كتل الإطار هي الفائز الأول، وهي نبني ب 42 مقعد، ودولة القانون ب 35 مقعد، وقوى الدولة ب 23 مقعد، مع احتمال زيادة هذه المقاعد اليوم أو غدا بعد إعلان نتائج أكثر من 2000 محطة لم يتم احتسابها، وهي التي تشكل 6% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. حقيقة أنا عندما كنت قبل أيام أتابع الانتخابات، كنت أتابع حالة مهمة لدى العراقيين، وهي أن العراقيين كانوا يراقبون نسبة المقاطعين أكثر من نسبة المشاركين، لأن هذه الانتخابات كانت المقاطعة فيها كبيرة، خاصة عندما قاطع التيار الصدري الذي يشكل جزءا كبيرا وحيويا من الناخبين في المجتمع العراقي، إضافة إلى ناخبين آخرين لم يدلوا بأصواتهم. هذا ما يعني أن الفوز لم يكن مفاجأة مع هذه المقاطعة الكبيرة، التيار الصدري خارج المعادلة، وهذا ما يعني أن الإطار التنسيقي هو الذي سيحتل المركز الأكبر في انتخابات مجالس المحافظات، وبالفعل هناك أكثر من 100 مقعد ذهبت للإطار.